هنروح للخبر اللي بعد كده. 45 ميدالية حصدها الفراعنة في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي. لاعيبة منتخبنا الوطني لتنس الطاولة البارالمبي نجحوا في الفوز ب 45 ميدالية في بطولة مصر الدولية، واللي اتلعبت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر في الفترة من 25 ل 27 فبراير اللي فات. ختام البطولة حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكان حريص على تكريم الأبطال، ومعه معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وخالد الصالحي رئيس الاتحاد الأفريقي، وعصام زيدان مدير البطولة، وباقي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة. أنا عايز بس أشير لحاجة، إنه اهتمام مصر طبعا، ده بطلنا الكبير طبعا، بطل التنس الطاولة حمادته ابراهيم حمادته، انا مع يعني اعرفه حمادته، بطل البارالمبي الكبير واللي شارك في الالعاب البارالمبيه والاشهر عالميا يمكن حمادته، وبيلعب حقيقه بفمه، بيلعب تنس الطاوله بفمه، وشرفنا هنا في قناه النادي الاهلي اكتر من مره او يمكن مره واحده. الجميل ان الدوله المصريه دلوقتي بتهتم بالنشاط البارالمبي اسوه بالاصحاء، ودي حاجه الحقيقه شهد طفره كبيره في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا، وكان في اخرهم على ما اتذكر كان في بطوله كاس العالم لكره اليد البارالمبيه واللي اتعملت في مجمع الدكتور حسن مصطفى. يعني في يعني احداث كبيره بتحصل في، شايفين يعني مجمع الدكتور حسن مصطفى، شايفين الجمال، شايفين تقسيمه الملاعب والترابيزات ومكان انتظاري اهو حمادته اهو صورته، طبعا حاجه جميله الحقيقه، تنظيم جميل وتنظيم رائع. كاميرا الابطال كانت موجوده في هذا الحدث، سجلت الكثير من اللقاءات، خلينا اتفرج عليها مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. طبعا على الاستعدادات، طبعا احنا بنستعد للبطوله بقى لنا شهور في النادي عندنا، طبعا المنتخب ما ضمش حد وما عملوش معسكرات، لكن احنا بنتمرن احنا مع نفسنا وعارفين احنا البطوله امتى ان شاء الله. وبالنسبه للبطوله بسم الله ما شاء الله، يعني كانت لمع حشد جامد ولاعيبه جامده من على مستوى العالم كله، من كازاخستان والهند وفرنسا وفرق تانيه طبعا، والحمد لله يعني. والكابتن سامح عيد خدنا الثالث في الفرق. بشكر وزاره الشباب والرياضه على هذا الصرح الجميل العالمي اللي الحمد لله رب العالمين، ما فيش دوله في ال 18 دوله او 19 دوله اللي جم وقالوا ان ينفع يتعمل هنا بطوله عالم. بالنسبه لسؤال حضرتك، انا طبعا استعديت للبطوله ديت من قبلها بشهرين، عشان طبعا في عندنا باريس اللي جايه ان شاء الله، وغير كده كمان بطوله افريقيا شهر 9 اللي جايه المؤهله لباريس. فالحمد لله رب العالمين كنت من ضمن المجهودات اللي انا عملتها عشان البطوله ديت، لاني 18 زي ما قلت حضرتك 18 دوله او 19 دوله كانت مشاركه، وكلهم دول 90% مشاركه في باريس ان شاء الله. البطوله دي تمثل اهميه كبرى مش لمصر بس، للاتحاد الدولي، ان هذه اول بطوله في سلسله البطولات التي مؤهله لباريس 2024 للقطاع البارالمبي. الاتحاد الدولي حاطط كذا بطوله في طوال السنه دي، وخلال اول 3 شهور من 2024 اللاعبين الدوليين اللي بيجوا بياخدوا نقاط بتبقى مساعده في التاهل لاولمبياد باريس 2024، حتى في حاله بان هم ما يتاهلوش بشكل مباشر من خلال التصفيات القاريه بتاعتهم، فالنقط دي بتبقى رصيد ليهم تؤدي الى التاهل. وبالتالي الاتحاد الدولي كان حريص على ان هذه البطوله تبقى على اعلى مستوى تنظيمي. دي بطوله مصر الدوليه اللي هي بتقام على ارض مصر، وفي الحقيقه الناس كلها مجمعه على صاله مجمع صالات دكتور حسن مصطفى هنا في 6 اكتوبر، يمكن ابهرت كل الدول المشاركه، في 18 دوله مشاركه في البطوله، كل الدول الحمد لله أثنت على المكان، على الصالة، على الإقامة، ودي حاجة أسعدتنا جدا. ويعني الناس بيقولوا يمكن دي أحسن بطولة احنا شاركنا فيها في البطولات الدولية هذا الموسم والموسم اللي فات. يمكن عايز أقول لحضرتك إن احنا كان استعدادنا قبل البطولة معسكرات، والمعسكرات كانت معسكرات داخلية وبطولات خارجية، يعني سافروا أسبانيا، سلوفينيا، وبعد كده كان في معسكر داخلي في المركز الأولمبي، معسكر داخلي في صالة الاتحاد في مدينة نصر، وكان في معسكر مفتوح وفي معسكر مغلق، بحيث إن احنا كنا بنستعد استعداد تام لهذه البطولة. البطولة دي احنا بنعملها في مصر كل سنة، بس المرة دي يعني متميزة أكتر، حتى مندوبين الاتحاد الدولي اللي هم قاعدين في اللجنة المنظمة دول اللي هي المسؤولين او كبار المسؤولين في الاتحاد الدولي عن نشاط البارالمبي في تنس طاوله في العالم كله، لما جم وشافوا المكان وشافوا الصاله دي وامكانياتها قالوا لا احنا نعمل بطوله عالم هنا بقى، مش بطوله مصر الدوليه، لان المكان فعلا اكثر من رائع،
ويشرف بجد يعني. فبناء عليه ان شاء الله يمكن يعملوا بطولة اكبر، بطولة عالم في المرحلة في الفترة اللي جاية. بالنسبة للبطولة دي، البطولة دي كان مشارك فيها 20 دولة، وفي دولتين اعتذروا في اللحظات الأخيرة اللي هي تركيا بسبب الزلزال والكويت. البطولة طبعا مهمة جدا، يعني لما يكون في يعني لما يكون في هدف معين ان احنا مثلا نشارك في البارالمبيكس اللي جاية في باريس 2024، فالبطولات دي طبعا بتساعد شوية في المستوى، بتساعد كتير في المستوى الفني للاعب، وده طبعا بقى جنب البوينتس اللي احنا بنكسبها بتساعدنا للتأهيل ان شاء الله للأولمبياد او بطولة العالم. البطولة ما شاء الله تنظيم رائع بصراحة، والمواعيد تمام، كل حاجة بتنفس في ميعادها في الجدول اللي نازل، وفرصة جميلة ان مصر تستضيف بطولات دولية، احنا استعدنا قبل البطولة طبعا، كثفنا التدريب وعملنا معسكر، قعدنا تقريبا اسبوعين نتدرب للبطولة، والحمد لله الدنيا ماشية تمام يعني الحمد لله. الحقيقة كان لنا الشرف هنا في برنامج الأبطال إن احنا صدفنا أبطال بارالمبيين كتير الحقيقة في برامج كتيرة، يمكن آخرهم وليس آخرهم كان فريق الكرة الطائرة جلوس، لو تفتكر حضراتكم اللي خدوا المركز الثالث على مستوى العالم في بطولة العالم اللي اتعملت في صربيا على ما أتذكر. فالحقيقة احنا كان لنا الشرف يعني صدفنا يعني الأبطال دول الحقيقة اللي بيعملوا ملحمة كبيرة جدا في إصرارهم وعزيمتهم وتحديهم لكل الظروف، وفي الآخر بيحققوا ميداليات لبلدهم مصر.